حاجه في صوتك يا محمد انه في كده في شجن يعني. بص انا بطبع حتى يعني دراستي وكده، انا درست في الكونسرفتوار من وانا عندي 4 سنين، فانا عموما بحب المزيكا الهاديه، بحب المزيكا الكلاسيك يعني. هي يعني لو انا ممكن حتى اعمل شريطي كله يبقى كله اغاني هاديه، بس طبعا انت فاهم ان لازم تبقى فيه اغاني سريعه عشان الحفلات واللايف يعني. انت وكده. تتمنى ان هو كله يبقى فيه اللون الهادي. انا بحس نفسي حتى اعمل البوم في الصيف لايق على صوتك، وانت بتبقى حاسس بنفسك اكتر، ببقى مبسوط قوي. حتى عايز اقول لك وانا بغني حاجه هاديه او حاجه سلو يعني، حتى نفسي اعمل البوم في الشتاء يبقى كله اغاني هاديه كده، تبقى يعني فكره جديده كده. قول لي نور، انت طلعت في جيل محمد حماقي، جيل تامر حسني، يعني واما تالقت في وسط الجيل ده، وانت دلوقتي انفصلت كمان او يعني بتغني لوحدك، مش حاسس ان الجيل ده جيل يعني ليه نجوميه كبيره يعني؟ بص انا عايز اقول لك ان انا محظوظ ان انا بقيت يعني بقيت موجود بغني في الوقت دوت، لان الناس كلها ابتدت تفهم والناس كلها بقى عندها موضه كويسه، وبقيت يعني وعايز اقول لك هم المطربين الشباب يعني ما يتعدوش عصابهم 10 تقريبا، 10 11. ففي دول الناس اللي هم 10 في وسط ده، انا مين دول ال 10؟ يعني انا حاسس ان يعني انا لو تقعدي تعدي كده هتلاقي الناس اللي هم بجد اللي مركزين وبجد فاهمين. مين بقى اللي هم بجد دول؟ لا انا ما اقدرش اقول يعني عشان ما حدش يزعل مني، بس يعني الناس يعني هم يتعدوا عصابه، في ناس كتير قوي بتغني الايام دي. بس اللي بيقدم مزيكا كويسه وبيقدر يفهم ويقدر يوصل للجمهور ويقدر ان شرايطه تبيع، هو ده اللي بيبقى شاطر، لان الموضوع دلوقتي بقى صعب شويه، بس اللي بينجح دلوقتي بينجح قوي. بس بالتالي الشرايط ما بقتش هي مصدر ال، والله عايز اقول لك ان انا يعني الالبوم الاولاني العالي في البيع بالنسبه منطقتنا تحديدا يعني، يمكن في الغرب ممكن يقيسوا ده. الالبوم الاولاني بتاعي انا توقعت مثلا ان هو ان شاء الله يعني هيعمل حاجه كويسه، مثلا يبيع 40,000 50,000. ده اول البوم خالص عملته، اللي هو عملته في 2006 اللي هو كن نور عينيك، ففجاه لقيته باع 135,000 و20,000 سي دي. يعني فجاه حسيت ان انا بجد يعني المجهود اللي انا عملته ده ربنا بجد يعني حاسس ان هو يعني باين لي انا قد ايه اشتغلت على الالبوم، والالبوم كله كان رؤيتي الفنيه وانا اللي قعدت اشتغلت عليه وكنت مركز فيه، ويعني دي كانت مسؤوليتي يعني. لو الالبوم نجح يبقى انا اللي نجحت، ولو ما نجحش يبقى انا اللي اختياراتي وحشه. انا السبب يعني. فانا لما لقيت كده يعني عايز اقول لك خدت يعني حماس جامد جدا، وركزت قوي ان انا عايز كمان ابقى احسن من كده وابقى مركز، بس الشرايط بجد الكويسه بتبيع. يعني هي اما حاجه تبقى حاجه كويسه يعني. مش عايز اسالك اسئله مكرره النهارده، لان عارفه ان انت اتسالت الاسئله دي كتيره بالنسبه لواما. يعني واما فرقه مختلفه شويه يعني، مختلفه عن فرق كتير طلعت، الشباب حبوها والناس حبوها، واغانيكوا وتكوينكوا وشكلكوا يعني كان ليكوا كده توليفه مختلفه. انفصلت تقريبا انت واحمد فهمي. بصي هو مش انفصال، هو بصي عايز اقول لك هنا في مصر يعني الناس والجمهور عاطفي جدا يعني. بيحس مثلا ايه ان هم كلهم موجودين، فمحمد مثلا قرر ان هو يعمل البوم لوحده بان احنا كلنا متفقين ان احنا هنعمل حاجه معينه ونرجع نشتغل. بيقول لك اصل محمد ماشي، احمد فهمي عامل فيلم، بعد كده نادر وفهمي وشامي بيعملوا فيلم. بس هل انتوا بتغنوا دلوقتي مع بعض كتير؟ بص احنا موقفين كل حاجه دلوقتي لغايه ما كل واحد يخلص الحاجات اللي هو بيعملها، بس متوقع في حاجه ان شاء الله هنعملها قريب يعني. ونادر وحمدي بقى يا عيني مع بعضيهم كده قاعدين. ونادر واحمد عندهم فيلم. نادر واحمد ده عندهم فيلم خلاص المفروض خلصوه خلاص. هم كمان داخلين فيلم. دخلوا خلصوا خلاص. يعني خلصوا تسلموا على بعض. عايز اقول لك ان انا ما عنديش مشكله ان كل واحد فينا يعمل عمل ناجح. طالما هيفيدنا وهيكبر من نفسنا. بس بقالكوا قد ايه ما عملتوش عرض مع بعض؟ تقريبا حفلات وكده تقريبا ممكن سنه ونص سنتين. احنا يعني. بس مش وحشاك؟ قوي. ده انا نفسي ان شاء الله باذن الله بعد ما ينزل البومي الجاي احنا مقررين ان شاء الله ان احنا يعني هنعمل حاجه قريب، تعملوا حاجه مع بعض. بس هتبقى حاجه بقى يعني مفاجاه يعني ان شاء الله باذن الله. ما بتحصلكوش غيره احيانا من وسط البلد ان هم متماسكين مع بعض لغايه دلوقتي؟ لا عايز اقول لك بصي ان فريق وسط البلد يعني انا بيعجبني جدا لان هم كمان بيعزفوا مزيكا كمان. يعني فدي برضو هم ليهم حته تانية يعني، ليهم جمهور تاني وشكل تاني، بس طبعا انا بحبهم جدا وكويسين وان شاء الله ربنا يوفقهم ويعملوا حاجات كتير ان شاء الله كويسه. طب نتغني حاجه لواما ليكوا كلكوا مع بعض. يلا ممكن نغني. تقول ايه؟ ممكن نغني تحلف يا صدق مثلا. نغني تحلف يا صدق. يلا تحلف يا صدق ان انا راجع راجع لواما. تحلف لي صدق واستنى وادوب في حبك واتمنى، وفي ثانية تنسى اللي ما بينا، وتهون عليك احلى ليالي، تفضل بحبك توعدني، والشوق يهبني وياخدني، وتكون معايا وفي حضني، لكن بعيد عني يا غالي. طب قول لي لو كنت مكاني
ثواني واديني صابر على حالي. صدق واستنى ودف حبك واتمنى والسنة تنسى اللي ما بدنا وتهون عليك أحلى ليالي.